مكملين بالنصائح الطبية سمالي، نحن دائما بنكون كثير بحاجة لها بشهر رمضان خصوصا، والصيام يلي ممكن يترك آثار سلبية، بعض الآثار السلبية على المرضى. صحيحة فرح، دائما بنحاول نجاوب على كل الأسئلة اللي بتخطر الناس. اليوم رح نحكي بالذات عن التحاليل الطبية. نحن بنعرف في بعض التحاليل أصلا بحاجة لأنه الشخص يكون صايم وقت يعملها، هل بيتأثر فترة الصيام أو لا، وكثير من الاستفسارات حتى الفيتامينات وغيرها. رح نتعرف على أجوبة كل هاي الأسئلة مع ضيفنا لليوم الدكتور فؤاد يارد، وهو الاختصاصي بالتحاليل المخبرية. يسعد صباحك الدكتور، أهلا وسهلا. يسعد صباحكم ورمضان كريم على الجميع، ينعاد على الجميع بالصحة والخير يا رب. ينعاد عليك دكتور بكل الخير. اليوم لما بنحكي عن التحاليل الطبية، خلينا نحكي عن الفرق بين التحاليل اللي ممكن نحن ناخذها قبل شهر رمضان وكيف ممكن تتغير بأثناء الصيام. يسعد صباحكم مرة ثانية. هلا نحن عادة بنقول انه التحاليل هي بده المريض يصوم ويجي يعمل هالتحاليل. نحن عادة كلمة الصيام بنقول المريض يتعشى ويجي صباحا على المخبر يحلل. هذا الحكي يعني نحن بحدود من ساعات. هلا في تحاليل هي بحاجة للصيام 4 ساعات كافية، في تحاليل بحاجة للصيام 3 ساعات كافية، في تحاليل هي بحاجة للصيام 8 ساعات. طيب نحن خلال شهر رمضان المبارك كيف هذا الشيء رح يختلف؟ مثل ما بنعرف نحن في وجبة السحور، فالمريض ممكن يكون أكل تسحر، إذا إجا الصبح ساعة 8 الصبح مثلا على المخبر ليحلل، في أرقام ما رح تكون ظابطة. هلا مثلا السكر الصيامي ما رح يتأثر بعد 3-4 ساعات، أمور طبيعية. بس مثلا تحليل شحوم ثلاثية بده فترة صيام أعلى، مثلا كوليسترول ما بده فترة صيام، بس كمان قيمة كوليسترول الكلي بلا قيمة شحوم ثلاثية ما لها معنى. مشان هيك نحن دائما بنقول وقد يصير تحاليل خلال شهر رمضان المبارك لازم يكون بالتنسيق مع الطبيب المعالج. يعني نحن نسأل طبيب يعني ما يروح الواحد من ذات نفسه انه يقول انا بدي اعمل تحاليل، ما يقول انا بدي اعمل شيك اب لإلي. لازم خلال هاي الفترة يستنى يشوف طبيب كيف بده يوجهه، في حاجة ليعمل هاي التحاليل ولا لا، لانه في قيم تتغير بين فترة الصيام الطويلة وفترة الصيام القصيرة، ومثل الميزان يعني. صحيح. طيب دكتور، في بعض الأشخاص متعودين أنه أنا عادي صايم بروح بحلل وبرجع بكمل صيامي. نحن بنعرف أنه أي شخص بيحلل دم عادة بيقولوا له ارتاح شوي، لا تقوم دغري مشان ما يصير معك فرق بالضغط، اشرب عصير أو شيء بدل اللي فقدته. طيب هون هل هذا الشيء بيتأثر أو لا فيه الشخص يعمل التحليل ويكمل الصيام؟ أنت شو بتنصح؟ هلا الشخص فيه يعمل تحليل ويكمل الصيام، ما في مشكلة، وبخصوص إذا عم بياخد فيتامينات ومكملات غذائية وهي، فهو فيه بعد الإفطار يقدر يكمل عادي، ما في أي إشكال. المهم دائما مثل ما حكيت بالتنسيق إنه في حاجة هلا لهي التحليل ولا لا، لأنه أوقات في قيم تتغير بالفترات الصيام. يعني مثلا نحن لنفترض خضاب الدم على التشفاف رح يرتفع عند الخضاب، بس مو معناتها أنا تحسنت قيمة الخضاب عندي، لا، لأنه أنا في صيام فأنا ما في هلأ سوائل عم تدخل لجسمي فرح يرتفع تركيز الخضاب، بس هو فعليا مو أنا تحسن خضابي. فهي هي الفكرة، مشان هيك نحن دائما بنقول بالتنسيق، مو ما نعمل تحليل خصوصي خلال شهر رمضان المبارك أنه أنا حبيت شوف خضابي. رح يعطيك ممكن قيم غير دقيقة، مثلا عيار الحديد، ممكن أنت مثلا متسحر وجاية الحديد هو من التحاليل كتير بتتأثر بالوجبة الغذائية السابقة، فأنا ممكن إذا آكل وجاية حللت لاقي عيار حديد بالدم ممكن أعلى من ما أنا بالعادة، بس هو ممكن يكون عيار غذائي، يعني عيار الأكل اللي أنا أكلته، عيار بالمصل هو عيار غذائي، مو العيار الحقيقي لقيمة الحديد. لأنه هاي الفكرة اللي حكيناها أنه بعد وجبة السحور رح يكون صيام عدد ساعات قليلة. هلا في تحاليل ما بدها صيام، تحاليل هرمونية ما بدها صيام، هي ما رح تتأثر. يعني مثلا TSH الغدة بالعامية الناس بتقول غدة، تحليل TSH ما رح يتأثر بالصيام. تحاليل مثلا النسائية الهرمونية مثلا الـ LH و FSH والاستراديول، تاني أو ثالث يوم بدورة ما رح تتأثر صيام ولا غير صيام. بروجسترون ما رح يتأثر مثلا،
التحاليل الهرمونية عند الرجال ما رح تتأثر. يعني نحن دائما نشوف شو التحليل اللي بدنا اياه وليش بدنا اياه، وفينا مثلا نعمله هلا ولا نستنى ولا تماما. هي هي الفكرة الرئيسية. في موضوع دائما دكتور بيشغل بال اكثر شيء ممكن السيدات، انه احنا مقاومة الانسولين كيف بنقدر نتجنبها قدر الامكان؟ يا لطيف على هالموضوع. هلا مثل ما بيقولوا حديث الناس، يعني هلا نحن اذا بدنا نحكي شو هاد مقاومة الانسولين، بدنا نقول شو هو الانسولين. تمام. يعني نحن قبل ما نقاومه شو هاد الانسولين؟ انسولين هو هرمون من هرمونات الجسم كثير مهمة، وظيفتها يفرز من البنكرياس، وظيفتها ادخال هالسكر اللي بمجرى الدم على الخلايا. نعم. طيب بالحالة الطبيعية نحن بناكل، دخل هال صار في سكر بالدم، بعد يعني انتقلت اشارات انه يا دماغ فرز لنا انسولين من البنكرياس لحتى يدخل هالسكر على الخلايا. الدماغ خبر البنكرياس مسك وبعث له انه فرز لنا انسولين ودخلنا اياه على الخلايا. دخل، هي الحاله الطبيعيه، اخذنا هالطاقه. طيب شو يعني مقاومه الانسولين؟ يعني نحن فرز انسولين اجى ليدخل هالسكر على الخلايا، دخل وضل جزء كبير رد بده يفرز اكثر. هذا الشيء شو صار؟ صار جهد بالنسبه للبنكرياس على خلايا، يعني جهد على البنكرياس يرجع يفرز اكثر. فرز دخل، بس قديش بده يضل عم يعصر على حاله البنكرياس؟ هي بسموها هالعمليه هي مقاومه الانسولين. يعني صفى نحن الجسم بده دائما كميه انسولين اكبر، وعم بيرفض هالكميه القليله، مو الكميه القليله، الكميه يلي عم تنفرز غير كافيه بالنسبه له، بده دائما كميه اكبر لتنفرز. هي بالمبدا. مخبريا مقاومه الانسولين نحن بتصير من عيار السكر الصيامي مع الانسولين الصيامي بعمليه حسابيه. دلالاتها هي ما في شيء اسمه تقولي انت عرض طلع علي فانا عندي مقاومه انسولين. بدايات مقاومه الانسولين ما رح يلمسها الواحد، ممكن يلمسها الطبيب السريري هو عم بيشوف المريض، ممكن كلمات بسيطه يحكيها المريض يلقطها الطبيب، بس نظريا ما في انه انا هذا العرض معناته عندي مقاومه الانسولين. بس مقاومه الانسولين هي بتجي بالمراحل الاولى ما قبل بدايه اي مشكله عندنا. فنحن بنحكي مقاومه الانسولين، بعدين الستيب اللي بعدها هي ما قبل السكري، بعدين داء السكري. هي الفكره الاساسيه. هلا نحن كيف ممكن نتجنب مقاومه الانسولين خلال شهر رمضان المبارك؟ ينصح دائما وقت نبلش وجبه الافطار نشرب مي، بعدين في كتير ناس بتحب تفطر على تمر، ناكل كم قطعة تمر نهدي شوي، يعني الجسم ما دغري نحمله هالضغط، لأنه نحن متعودين على موائد الإفطار دائما في كتير عصائر، في كتير أكل دسم، طبيعة أكلنا نحن الشرقي أكل دسم. فشربنا مي، أكلنا تمر، هدينا شوي. ينصح دائما نحن نبلش بشيء خضره. ليش الخضره؟ لانه بتجهز المعده انه بلش يدخل، يا معده نحن جايه اكل، بتبلش مثل استقبال لطيف، مو دغري بينزل اكل الدسم وبينفرز الانسولين بشراهه بالجسم. فنحن هذا الشيء يلي ممكن يساعدنا اكثر لنحمي حالنا من مقاومه الانسولين. صحيح. نمط غذائي معين، لايف ستايل معين، مثلا في ناس هي عندها استعداد وراثي، ما في يعني ما فيها تعمل شيء ثاني، فنحن قدر الامكان بنحاول نتجنب هذا الشيء من خلال عادات صحيه معينه، نحاول يعني ما نحط حالنا تحت ضغط افراز انسولين بقوه بالجسم. وهيك دكتور، في كثير اوقات اشخاص بيكونوا عم يتعالجوا، عم ياخذوا حديد، فيتامين دال، غيرها من الفيتامينات، والدكتور بيقول لهم مثلا بعد فتره محدده بس يتغير العلاج، يخلص العلاج او فتره العلاج بدي اعاده تحليل. تمام. ولكن المشكله انه ما بيتم اعطاء شلون انا بدي اعيد التحليل. يعني هل انا مثلا اليوم بكون عم باخذ حبه الدواء، بكره بقدر اعمل تحليل مثلا فيتامين دال؟
الحديد نفس الشيء، ولا كل واحد له فتره معينه لازم مثلا اتوقف عليها قبل ما اعمل فيتامينات؟ مين اللي بيضل له تاثير اكثر بالجسم لحتى اعمل تحليل اخذ نتيجه صحيحه مو نتيجه كاذبه؟ تمام يعني. سؤالك كثير حلو. نحن دائما بننصح اي عيار معادن او فيتامينات دائما ينصح بتوقف دواء يومين لحتى نشوف شو صار مستوى بالمصل. يعني نحن ما ناخد العيار الدواء بالمصل، ناخد هو مستوى الحديد مثلا بالمصل. تمام. بس في فكرة كتير مهمة ذكرتيني فيها، في كتير ناس مثلا ممكن تروح بدها تعاير حديد، تمام، بيقوم بيقول له بدي اعاير الحديد والترانسفيرين ناقل الحديد بسموه بالعامي والمخزون الحديد الفيريتين. بيقوم هو شو مثلا ممكن يواجه مشكلة، بيلاقي الحديد تبعه منخفض، الترانسفيرين شوي عالي بس الفيريتين عالي. طيب شلون هيك؟ شلون زبطت؟ إذا أنا حديدي واطي ومخزون الحديد عندي عالي، المخبر غلط. المخبر ما له غلط، بس أنت ما قلت مثلا للمخبر انه انت عندك شيء آفة التهابية هلا او انتان، لانه الفيريتين مثل ما هو بنقول بالعامي مخزون الحديد، هو مشعر من مشعرات طور الحاد، يعني هو بيتأثر بأي أذية التهابية. تمام. فنحن كتير مهم وقت رحنا عن طبيب نكون صادقين معه، نقول له نحن 1 2 3 عم نعاني. اوقات في مرضى بيعتبر مقرب شو ماله مرض، لا الجريب مرض وهو في ارتكاس التهابي بالجسم، لازم خبر طبيب معالج. رحت عن مخبر لازم اطلب طبيب المخبر واساله انه انا هيك هيك عندي بيأثر. عسيرة الحديد كمان فكره كثير حلوه ذكرتيني فيها. ممكن مثلا مريض جاي عنده تلاسيميا بيتا، كل عيلته عندها مصابه بالتلاسيميا وعنده تلاسيميا بيتا مثلا، مثلا بيتا صغرى، صار معه فقر دم بعواز الحديد، بيقوم بيعمل رحلان خضاب بيقولوا له انت عندك فقر دم بعواز حديد بس ما عندك تلاسيميا. اوقات فقر الدم بعواز الحديد بس يصير بغير نتيجة رحلان خضاب، بيقوم بيفكروا الناس انه هذا ما عنده تلاسيميا، لا لازم نعالج هون بعدين نرجع نشوف هون. فدائما لازم نكون عم نخبر طبيب المعالج طبيب المخبر بأدق التفاصيل، لانه كتير عملية دقيقة اسمه تحليل، يعني بدي فصل تفصيل. مثل ما انا بدي ساعدك انت لازم تساعدني تخبرني عنك لحتى اقدر اعطيك النتيجه المثلى. هي الفكره الرئيسيه. طيب كمان دكتور ذكرت انه هو الحديد اكثر شيء ممكن يتاثر بحالات الصيام، وبيختلف ممكن نتيجه التحليل من شخص لاخر. هون خلينا نذكر التحاليل الاخرى يلي بتفضل انه يكون الشخص ملتزم يمكن بعدد ساعات الصيام، حتى ملتزم انه يكون جسمه سليم صحي ما بيعاني من اي آفة التهابيه اخرى. هلا مو بس الحديد مثل ما قلتي، في كثير تحاليل. هلا مثلا ممكن تحليل البوله يتاثر بالصيام، لانه البوله هو تحليل بيتاثر بالتشفاف، فلازم المريض بعد ساعات صيام معينه ممكن تتاثر نتيجه البوله، مشان هيك كمان ينصح مو بعدد ما نعمل تحليل بوله بعد عدد ساعات صيام طويله. الخضاب تحليل البروتين ممكن يتاثر شوي بعدد ساعات صيام طويله. هي التحاليل كثير حساسه. المعادن والفيتامينات مثلا مثل ما قلتي حضرتك، يعني مثل ما قلت انه نحن لازم يكون دائما في تنسيق، هل التحليل ضروري انا اعمله هلا خلال فتره الصيام ولا لا؟ هل التحليل ضروري ساويه ولا لا؟ دكتور انا بتنصحني هلا ساويه ولا استنى لنهايه الشهر المبارك؟ هي الفكره، هي اهم فكره. طيب دكتور حكيت انه في كثير شغلات اسمها ايجابيات وسلبيات، ايجابيات كاذبه وسلبيات، هي بتظهر ببعض انواع التحاليل. ممكن واحد ياكل اكله معينه مثلا، احنا بالعاميه بيقولوا لنا لا تاكل شيء اخضر وقتك تعمل تحليل حديد، لانه اي شيء اخضر بيغير نسبه الحديد بالدم وغيره. فممكن تنصح الناس شو هي الشغلات اللي ممكن تعملهم ايجابيه كاذبه؟ اذا بدنا نقعد نحكي من هون لبكره ما بنخلص، بس مثلا رح اعطيكي مثال. في كثير نساء بتعمل تحليل بيتا ارسيجيل اللي هو تحليل الحمل، ممكن يعطيها ايجابيه كاذبه. شلون؟ ممكن تكون عم تاخذ مضرات، ممكن تكون عم تاخذ مضادات قلق مثلا. بيجي مريض عم بيعمل تحري دم خفي بالبراز،
ممكن يعطيه ايجابيه كاذبه. حمل حاله راح على المخبر قال له انا بدي اعمل تحري دم خفي بالبراز. عم تاخذ شيء؟ قال له لا. بس هلا ممكن هو يكون عم ياخذ اسبرين. بتعمل تخريش. مو بتعمل تخريش، بتعمل ايجابيه كاذبه، مو قصه تخريش. مثلا ممكن يكون اخذ شيء لا، بس هو اخذ حبه فيتامين سي. بتاثر؟ اخذ شيء؟ قال له لا. بس هو مفرش اسنانه الصبح. التحاليل كثير دقيقه. فمشان هيك يعني في عينات انا دائما بنصح وقت المريض بياخذ وصفه من عند طبيب معالج قبل ما يروح لعند قبل ما يروح يحلل فيه يمروا عند المخبر يقول له مثلا انا عندي هي التحاليل في شيء معين بتنصحني اعمله؟ في اجراءات معينه بتنصحني اساويها؟ هي قليله يمكن دكتور بيتصرفوا هيك. كثير قليل كثير قليل. بعدين في نقطه كثير مهمه حابب اذكرها، اي حدا عمل تحليل بمخبر يلتزم فيه. ليش؟ لانه حتى لو في مجال خطا بسيط بضل على نفس هذا مجال الخطا، اما اذا ضل يغير بين مخابر صفى مجال الخطا بيختلف. دائما نلتزم بمخبر واحد ونمشي عليه. هي واحد. اثنين، ذكرتوا فكره فيتامين د، بس حابب احكي فكره كثير مهمه. هلا كمان كيف عم نحكي مقاومه الانسولين، كمان فيتامين د ترند، يعني هلا كله فيتامين د فيتامين د فيتامين د، كل الناس عندها نقص فيتامين د. تمام. هلا هي في مدرستين، مدرسه بتقول لك هو نقص حقيقي ومدرسه بتقول لك هو ما له نقص حقيقي. بالنهايه نحن بلاد الشمس، فشلون بده يكون عندنا نقص؟ بس نحن المشكله اغلب الاوقات وقت بيكون في عندنا شمس بنهرب من الشمس، يعني نحن بس تمام. يكون في شمس بنهرب من الشمس. نحن كافي تعرض للشمس ربع لثلث ساعه بنهار جسم بالنسبه له بيرفكت. بعدين كثير مهم شغله نعتمدها، انه نحن وقت نعاير فيتامين د نبعد عن عيار فيتامين د بالشتاء، نحاول نعايره بالصيف. بعدين حتى اذا عم ناخذ متممات غذائيه تحوي فيتامين د او عم ناخذ فيتامين د او تعرضنا للشمس عم نحاول نعوض كميه فيتامين د بجسمنا، فهي بعد هالتعويض بشهرين ثلاثه نعاير، مو دغري، يعني مو انا اخذت الحبه دغري رايح عاوض، مو بعد يومين ثلاثه رايح عاوض، بدها فتره لتصير معاوضه. اهم شغله بفيتامين د، وقتنا نعمل فيتامين د نعمل معه الكلس. الكلس مرتبط ارتباط كامل بفيتامين د. طالما انا الكلس عندي قيمته صحيحه وما عندي اي مشاكل عظميه، معناتها انا وظيفه فيتامين د بجسمي صحيحه. الناس ما تاخذ فيتامين د من حالها، بالنهايه هو مركب. اذا اخذت زياده ممكن يصير معي انسمام منه. كثير مهم يتاخذ فيتامين د بعد استشاره طبيب، هل فعلا في اعراض انا بحاجه لاخذ فيتامين د ولا ما في؟ ما بس انه والله فلان عم ياخذ فيتامين د، اي يلا خذ فيتامين د. شو هي الاعراض دكتور يلي بتنصح انه شخص بس يشوفها يلجا لتحليل فيتامين د قبل ما ياخذ المكملات؟ هلا ما في عرض تقولي انه هذا هو عرض فيتامين نقص فيتامين د او شيء، بس بشكل عام وقت الواحد عنده تعب خمول او شيء، مو بس يعني مو بس هو ممكن يكون فيتامين د، في كذا اعراض، مشان هيك لازم يروح عند طبيب. ممكن يكون عنده فقر دم بعوز حديد عم بيعمل له هالخمول، مو مشكله فيتامين د. مشان هيك عم بقول لك انه لازم يكون في استشاره طبيه قبل ما ناخذ فيتامين د. وللاسف في ممارسات خاطئه بتناول فيتامين د، عم تاخذ العالم كميات يعني ضخمه جدا من التعويض فيتامين د، الجسم ما له بحاجه لها. يعني هي الفكره، انه والله جارتها نصحتها قالت لها انا اخذت خدي، حرام للجسم. او جاره قال له انا اخذت ليك ارتحت، يعني حرام، يعني هذا كمان تكلفه ماديه وعبء على الجسم. يعني دائما تكون باستشاره طبيه احسن احسن كثير احسن. طيب دكتور كمان خلينا نحكي عن فكره، كثير اوقات وقت بنجيب التحاليل المخبريه بنلاقي مكتوب هاي ولو وتختلف بين مثلا الذكر والانثى. تمام. خلينا نحكي عن هي المؤشرات، واذا انا كنت على الحد معناته احيانا ما بيكونوا كاتبين لي اذا في مشكله او لا، بس كاتبين انه انا بين هدول الحدين، شو هدول الحدود وكيف تعملوها؟ سؤالك حلو. في كثير تحاليل مرتبطه بالجنس وبالعمر بالوزن، في تحاليل غير مرتبطه بالجنس وبالعمر بالوزن. هلا التحاليل الغير مرتبطه بين هاي ولو
هون بقى نحن صرنا بحدود علاجية، يعني المنخفض هو بده علاج والعالي بده علاج. في تحاليل مثلا سرعة التسفل لنفترض، تحليل مشهور كل الناس تسمع فيه. هلا في كتير ناس مثلا حافظة انه سرعة التسفل القيمة العظمى له 15، بس مثلا سرعة التسفل هو تحليل مرتبط بالعمر وبالجنس، يعني قيمته عند الإناث غير عند الذكور. ومثل ما ذكرتي طالما طلع عندي هاي ولو مفروض أنا دغري راجع طبيب، ما أجي أتصرف من حالي. واللي على الحد وعلى الحد ما في مشكلة، حتى على الحد طالما قيمة حدية أنا لازم شوف وراجع طبيب، ما أتصرف من عندي. هي أهم فكرة، هي أهم فكرة. ودائما أنا بنصح إنه التحاليل تصير بالتنسيق مع طبيب معالج، لأنه أوقات أنت ممكن تروحي بدك تعملي تشيك أب، قبل ما تروحي تعملي مرئي عن طبيب أنا حابة أعمل تحاليل تشيك أب، بيقول لك حاسة بشي، في أعراض، ممكن كلمة بسيطة منه، كلمة بسيطة منك توجهك لشي، هو يكتب لك هالتحليل، شك بحديثك في شيء وفعلا يكشف شيء. يعني ما تكون دائما تحاليل بس عفوية وعم تنعمل دون تنسيق، هي أهم نقطة. نعم، بدنا نشكرك اكيد دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا، يعني حاولنا قدر الامكان نجاوب على كثير من الاسئله والاستفسارات. شكرا لكم، رمضان كريم على الجميع يا رب. ينعاد عليك دكتور، شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمت لنا. الله يخليكي.